والمحاولات منذ البداية لفريق كيفو. قلنا الفاصل والفارق كبير بين الفريقين في النقاط على سلم الترتيب. افتتاح التسجيل باكرا جدا قبل مرور الدقيقة الثانية من عمر اللقاء. هذه الإعادة من جديد، ماريانو إسكو صوب كرة تماما من على خط منطقة الجزاء، اصطدمت بمدافع فريق سامدوريا. اللاعبين العشر لصحبة الحارس بيتزاري، كل كان داخل منطقة الجزاء. هنا هجوم عكسي، خطأ فادح في دفاعات سامدوريا، إمكانية لهدف ثاني قاتل صراحة كيف جدا لاحظ الخطأ الفادح هنا. استلام كان في غاية السوء من بافل فيتسوليك، وانطلاقة في قمة الروعة من ريكاردو ميغويريني، أيضا مواجهة ناجحة جدا للحارس إميليانو فيفيانو ليدفع سامدوريا ثمن منطقة الجزاء. هدف رائع لمرمى الأول في هذا اللقاء، عموما كان عمل جماعي لكن لاحظ اللمسة الفنية، لمسة رائعة، لمسة حريرية من إيتو، بينية ما بين المدافعين، ولويس مورييل عرف كيف يستفيد بكرة أي